مشاهدينا الكرام ومتابعة للموضوع، ينضم إلينا من بغداد رئيس نقابة العامة للعاملين في الكهرباء على لازم الحلفي. مرحبا بك سيد الحلفي معنا في نشرة أخبار زاكروز. تحية لك ولجميع مشاهدين قناة زاكروز الكرام. حياك الله. عشرات الهيئات تأسست بعد سقوط النظام، ليس من بينها هيئة السلامة المهنية كما نعلم على أهميتها. ما السبب ومن عطل تأسيس مثل هذه الهيئة برأيكم؟ تفضل. والله يعني للأسف الشديد يعني أي دور للمنظمات السلام المهنية ما موجود بالعراق. يعني مغيب تماما. نعم. ما نعرف يعني هل سببها الحكومة، سببها الأحزاب، سببها الدوائر أو مؤسسات الدولة نفسها، فما نعرف هاي الأسباب. نعم. يعني نشوف حوادث هواية تتكرر. سببها عدم اتباع قوانين السلامة المهنية، عدم وجود دور توعوي. يعني ما نعرف ليش هيك جاي يصير عندنا بالعراق. نعم. بالحديث عن الحوادث، يقول متابعون ايضا ان تاسيس هيئة الاشراف للاشراف المباشر على مستلزمات السلامة سيوقف نزيف الخسائر جراء الحوادث. الى اي درجة يصح هذا الحديث؟ والله احنا نتمنى ان يتحقق هذا الشيء. يعني احنا كنا دا نتعرض الحوادث، دا نتعرض الى اصابات، وهذا الدور حاليا المفروض الدولة انه تضغط على المؤسسات، تضغط على المؤسسات المدنية. نعم. حتى يفعلون هذا الدور. زين عيني. طيب احنا حاليا يعني المفروض صاير الادوار كلها تستمر. يعني نعم سيدي الكريم. طيب يعني جنابكم تتحدث وكأن الأمر غير واضح لديكم. يعني نحن نستفسر، المواطن يستفسر، إذا لم تكن هناك دائرة. أكيد غير واضح. يعني إحنا كدور نقابي ما عندنا أي تواصل مع جماعة السلامة المهنية. يعني هو هذا مربط الفرس. ماكو أي توجيهات بيها. نعم. يعني حاولنا نوصل لها ما قدرنا نوصل. يعني طيب لان دوره كله مغيب. يعني هل دوركم انتم مغيب ام دور الجهات التي يجب ان تفعل على تهيئه السلامة للمؤسسات الحكوميه وكذلك الخاصه؟ يعني بالضبط اين الخلل، اين الحلقه المفقوده سيد الحلفي؟ احنا حاليا كدور نقابي احنا متوجهين يعني للاعمال المدنيه للقطاع الخاص. كعمل حكومي هذا مو مسؤوليتنا. نعم. احنا نسوي دورات وندوات توعوية بضرورة السلامة المهنية وكيفية التعامل معها وشنو اهداف السلامة المهنية وشلون نحقق بيئة آمنة. هذا احنا ماخذين على عاتقنا كنقابة. طيب. اما كدولة ما عندنا اي تواصل، يعني ما اجانا اي خبر من الدولة انه يكون تعاون بيننا وبينهم. نعم. فهذا كله متوقف حاليا. طيب يعني يوفر تأسيس الهيئة آلاف الفرص، فرص العمل للمهندسين العاطلين فضلا عن فوائد جمة، لماذا تغض الحكومة الطرف عن هذا؟ والله أعتقد هذا السؤال يوجه يعني للحكومة مو لي. نعم. فما ما أعرف يعني شنو الأسباب. يعني سيد الحلفي، يعني بالتوجه إليك بهذه الأسئلة بصراحة لأننا لا نجد العلة. يعني أنتم كرئيس نقابة يجب أن نعلم من خلالكم إلى من نوجه هذا السؤال، طالما أنكم أنتم لا تعرفون فكيف بالمواطن البسيط ونحن منهم؟ يعني يعني هذا السؤال يوجه يعني للحكومة. لو سمحت هذا لي السؤال يوجه للحكومة. نعم أنا معك. يعني أقصد الآن جنابكم تمثلون رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بكل صراحة، وأنا إعلاني. نعم. ربما صار لي في هذه المنة قرابة 10 إلى 12 عام أول مرة أسمع بهذه النقابة. يعني هل هناك خلل في الترويج لهذه النقابة للضغط على الدوائر الحكومية التي لا تستجيب إلى مطالبكم؟ والله هواية أسباب. يعني هواية أسباب غياب الدور النقابي. يعني للأسف رؤساء النقابات مغيبين إلى درجة كبيرة. يعني ماكو أي تواصل مع المجتمع، ماكو ندوات، ماكو تعريف بما هي النقابة. نعم. شنو دورها،
شنو الواجبات اللي عليه، فماكو اي تفعيل لهذا الشيء. يعني احنا الحمد لله انا طبعا صراحه صار ما يقارب الشهر مني استلمت دور رئيس النقابه، الحمد لله قمت دورات ودورات ناجحه، وتم تواصل مع العاملين بالكهرباء وقمنا بخطوات ايجابيه. وللعلم انه نقابه الكهرباء عمرها 4 سنوات، لكن للاسف هاي ال4 سنوات اللي فاتت كان ما لها اي دور واي وجود وكانت مغيبه تماما. فاحنا ان شاء الله حاليا دا نسعى بالجديد انه نعرف الناس بمعنى النقابه وشنو اهدافه والمن نريد نوصل بهذا. طيب الشيء. طيب اذا اهلا بك في زاكرو سيدي الكريم، اليك هذه الفرصه، تفضل عرفنا على النقابه وما هي دورها وما هي اهدافها. يعني هذه اللحظه مناسبه للحديث عن هذا الامر، وربما من خلال ما ستتحدث به سيصل كلامك الى الشارع، ومن خلاله ستعرف الجهات بتاثيركم ووجودكم. وانا شخصيا عندي سؤال، يعني لماذا هذه النقابه مختصه فقط العاملين بالكهرباء؟ تفضل. بالنسبه للنقابه مختصه فقط للعاملين بالكهرباء، لان احنا كمجتمع عاملين بالكهرباء يعني مجتمع كبير، يعني نعم. هواية حرفيين وفنيين يمتهنون هاي المهنة. نعم. احنا اللي يخصنا كنقابة كهرباء، نعم، العاملين بالسبالت نصب وصيانة أجهزة التبريد والعاملين بمجال الكهرباء. فبقية النقابات يعني كل مهنة حرفية لها نقابة خاصة بها ورئيس نقابة يمثل هاي الشريحة من المجتمع. نعم. احنا حاليا توجهنا إقامة دورات، طبعا الدورات اللي جاي نقيمها انه نخلي فرصة عمل للشاب العراقي اللي ما لاقي فرصة تعيين. يعني احنا والله يعني مهندسين وحاصلين على شهادات، يجي يدخل دورة عندنا داخل النقابة في سبيل يطلع يشتغل لان ماكو تعيين. نعم. زين، من اهداف النقابة انه توفير ضمان صحي للعامل، توفير ضمان اجتماعي، هواية أمور يعني. وبالإضافة إلى هذا متابعة العمل ومواكبة التطور اللي يحدث في عالم الكهرباء. نعم. طيب هل تشمل نقابتكم القطاع العام فقط أم القطاع الخاص أيضا من ضمن؟ إحنا قطاع خاص والقطاع العام فقط يعني. نعم. يعني كنقابة هل لديكم أي مقترحات تتضمن طروحات أو أفكار أو مشاريع تقدمونها للحكومة لكي تحققوا ما يعني؟ والله احنا نطلب من الحكومة أن تفعل قانون 315 الخاص باتحاد العمال حتى يكون يعني ضمان للعامل مستقبلا، أن العامل عرضة إلى إصابات، عرضة إلى أنه حوادث بالعمل، فهذا يعني هو باب رزقه وعيشته يعتمد على صحته. اذا يعني تاذى هذا راح يقعد يضطر انه يمد ايده بالشارع. فيا ريت انه الحكومه تتوجه وتلتفت لهي الشريحه. نعم. طيب سيدي الكريم، في سؤال اخير لو سمحت لي، يعني اليوم انتم كنقابه لديكم عتب كبير على الحكومه، تقول يعني التواصل، هل تواصلكم يجب ان يكون مع دوائر الدفاع المدني أم مع وزارة الكهرباء أم مع جهة أخرى من الحكومة العراقية؟ والله المفروض يعني التواصل يكون مع جميع الوزارات، يعني بالتحديد في صلب العمل ثم جميع الوزارات يعني. يعني بالتحديد قبل أن ننتقل، لأنه يعني عندما تتحدث عن يعني التواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هذا من ناحية المستحقات، ولكن أنا أقصد من ناحية فرض السلامة وفرض الأمور التي يجب أن يلتزم بها المواطنون سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، من يجب أن تعمل معه، من يجب أن ينتمي إلى نقابتكم؟ يجب أن يكون يعني تواصلنا مع وزارة الكهرباء. نعم. بالتالي كل العاملين الكهرباء. هل هذا يعني أن كل العاملين في وزارة الكهرباء يجب أن يكون انتمائهم إلى نقابتكم سيد الحلفي؟ والله يعني هو المفروض يعني العامل اللي يريد يدور حقوق ويأمن على حياته وحقوقه يجب أن يكون يعني عضو فعال داخل النقابة. نعم. طيب وبالمقابل ما الذي تقدمه هذه النقابة؟ عفوا ممكن يعني سيد الحلفي أقصد ما الذي ستقدمه هذه النقابة لكل من ينتمي إليها؟ يعني اليوم أنا كصاحب محل على سبيل المثال، وبالتأكيد هناك تعامل يومي مع الكهرباء، ليس بالضرورة أن أكون
يعني مهندس صيانة أجهزة تبريد أو غيرها، ربما لدي مطعم وفي المطعم أيضا أنا أعتمد على الكهرباء. يعني أود منك التوضيح، لأن هذه المعلومة مفيدة لي أنا كإعلامي أولا ولكل من يشاهد هذا اللقاء الآن. يعني هل التواصل مع نقابتكم يجب أن يكون في صلب عمل من يعمل في أمور الكهرباء فقط، أم كل من يتعامل مع الأجهزة الكهربائية؟ نعم أخي العزيز، نعم أخي العزيز، أخي العزيز، إحنا كنقابة نمثل العاملين فقط في الكهرباء. نعم. أنا ما أقدر أمثل شخص يمتهن غير مهنة أو غير حرفة فأجي أتبنى، أنا أتبنى فقط العاملين في الكهرباء، يعني ضمن اختصاصي فقط. نعم. طيب رئيس النقابة أو النقابة العامة للعاملين في الكهرباء السيد علاء لازم الحلفي، شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة بهذا اللقاء، وأتمنى أن يكون لنا معك لقاءات أخرى للتعريف بهذه النقابة ودورها المهم في سلامة العاملين. شكرا جزيلا لك. شكرا.